طيب مثال خلق الازمات ده ايه بقى؟ تعالى بقى رقم واحد، قال لك بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه. بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه، طب حقيقه الموضوع ده ايه؟ طلع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق قال لك يا جماعه بيرسي تاو باذن الله هيكون متواجد في التدريبات بعد اسبوعين او خلال اسبوعين، وما عندوش اي اصابه مزمنه اطلاقا. ووضح وتم التوضيح ده اكتر من مره من خلال بعض البرامج اللي في قناه النادي الاهلي، ان اللاعب كان اتصاب وهو مع فريق او منتخب جنوب افريقيا منتخب بلاده في المباراتين اللي اتلعبوا في تصفيات كاس العالم، بخطا ممكن من الجهاز الطبي هناك، كان عنده يعني الام شويه في العضله الضمه فادوله مسكنات فالاصابه كبرت شويه. فهي دي القصه. لكن اصابه مزمنه ازاي؟ ده واحد كان بيلعب في كلوب بروج البلجيكي وفي اندرلخت وحقق ارقام كويسه مميزه جدا، مش كويسه يعني، حقق ارقام جيده جدا جدا يعني، ومهدف وعامل اسيستات ومساهم في اهداف كتير، كان ماشي كويس قوي. واحد بيعمل كشف طبي في برايتون مع بدايه كل موسم، لما بيرجع من الاعاره شارك في البري سيزون بالنسبه لهم واحرز هدف جميل جدا. فاصابه ايه اللي مزمنه؟ وفي الحقيقه الموقف ده والكلام عن الجزئيه دي تحديدا والناس بتحاول تتناولها من الجانب السلبي وتخلق ازمه النادي الاهلي فكرني بايه؟ فاكرين حضراتكم لما الاهلي تعاقد مع محمد بركات، كنا جايبينه من العربي القطري على ما اتذكر، وقال لك ده عنده الغده الدرقيه تقريبا يعني ساعتها، واصابه مزمنه وهيفضل يعاني منها وبياخد مش عارف ادويه ايه ومش عارف منشطات ايه وكلام من ده. عمل ايه محمد بركات؟ الاصابه المزمنه عملت له تاريخ مع النادي الاهلي مش طبيعي، تاريخ مش طبيعي. نفس الحال بالنسبه لايفونا، ايفونا لما اتقال عليه اصل عنده مش عارف اصابه ايه مزمنه اصل كلام من ده، عمل موسم مع الاهلي ولا اروع من كده. فانا بتفائل بمثل هذه الامور. دي من ضمن الازمه او ازمه من ضمن الامور اللي حاول يخلقها البعض عن النادي الاهلي.